عليكم ورحمه الله. كيف دايرين؟ كنتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتلقاكم الفيديو ديالتي ان شاء الله انتم في الف صحه والف عافيه ان شاء الله يا ربي. الوغ من الاسئله الكثيره اللي مازال كتجيني سواء في الواتساب ولا في الفيسبوك ولا في ماسنجر، يعني على التقنيه ديال الديكوباج. مازال الناس كيتلفوا في هذه التقنيه ولا كيبغاو يتعرفوا على الادوات، حيت قالوا لي ماذا بينا تكتبي لنا الادوات اللي حنا غادي نحتاجو في هذه التقنيه ديال الديكوباج. رغم انني رسلت لهم صراحه روابط في الخاص على داكشي اللي خدمت، ولكن بغاو يعني بحال فيديو يكون مخصص اللي بقى مرجع ليهم. دكوغ ماشي مشكل. دونك قبل ما غادي نوري لكم التقنيات، خليني نعطيكم تعريف بعدا على التقنيات ديال الديكوباج. خاصكم تعرفوها بان اقدم تقنيه هي التقنيه ديال الديكوباج. اول ما تعرفوا عليها، تعرفوا عليها في المقابر الصربيه، في شرق صربيا اول ما اكتشفت هذه التقنيه هذه كانوا كيزينوا بها القبور ديالهم. من بعد في القرن 12 مشات للصين، الوغ الصينيين داروها في الشراجم ديالهم، داروها في دوك اللامبات ديالهم، يعني عطاوها واحد مش غير طلعوا لها النيفو، ولكن داروا لها استعمالات واحده اخرى. من بعد بحكم التجاره وهداك الشيء مشات لاوروبا، بدات في ايطاليا، الا ان في القرن 17 والقرن 18 يعني انتشرت بشكل كبير في فرنسا، وسموه فن الفقراء. علاش سموا هذا الفن ديال الفقراء؟ لان فهاديك الحقبه الناس اللي هما ما قاديش مثلا يمشيو يبدلوا الطبالي ديالهم، اللي يبدلوا الكراسه ولا يبدلوا الماريوات ولا شي حاجه، شنو كيديروا؟ كياخذوا هذه التقنيه هذه، كياخذوا اي ورقه عندهم يكونوا فيها كوريضات كيف ما كان النوع ديال الوراق، تيعاودوا يزينوا به هذوك لي موبل ديالهم باش كيبانوا على انهم راهما يا اجدادين، فهمتوا؟ دونك هذاك الشيء باش سموا فن الفقراء. والسميه ديال ديكوباج هي تسميه يعني فرنسيه، يعني هي من ديكوبي، لانه هي هاد ديكوباج هو يا التقنيه ديال ديكوباج هو قص ولصق، يعني كنقطعوا كنلصقوا فقط، يعني اي نوع ديال الوراق ممكن نخدموا به التقنيه ديال الديكوباج. حيت الديكوباج ماشي تلك ورق ديال الديكوباج، اه ولكن راه ماشي هو يا الديكوباج، راه هو يا ورق، هي تقنيه، فهمتي؟ اما الورق غتستعملوا ورق المناديل، تقدروا تستعملوا ورق الارز، تقدروا تستعملوا ورق الجرائد، ورق المجلات، الورق ديال لومبالاج، ميم الورق ديال المصبانه مثلا. شي مرات كتجيبي الحوايج في الورق ديال المصبانه كتكون فيهم واحد الرشيمه زوينه ولا وريضات، حتى هي ممكن تستغلوا. دونك اي نوع ديال الورق راه ممكن تخدموا به التقنيه ديال الديكوباج. دونك على سبيل المثال انا غادي نعطيكم هنايا باش ما نطولش لا فيديو ويجيكم ممل بزاف، غادي نوري لكم. دونك كاين ورق المناديل، كاين الطقيله ورق المناديل، كاين هكايا صغير، كاين لي تام كويزين، كاين دي تام ديال الطبيعه، كاين هكايا الكوكليكو، كاين مثلا هكايا هاد لو ستيل افريكا، كاين لي فلاموروز، يعني كاينين معضو ما تيبانوش مزيان، كاين بزاف ديال الورق الارز، يعني ورق المناديل. يعني هو اللي خاصني نعرفو بالنسبه لورق المناديل، فيه كيجي على ثلاثه ديال الطبقات، ثلاثه الورقات تيكونوا لاصقين مع بعضياتهم. دونك انا قبيله هذا حاولت نحلو باش يجيني ساهل، دونك تنزولو الطبقه الاولى وكنعاودو نحيدو الطبقه الثانيه، فوالا كنحتفظوا وكنزولوا باش نبغيو نخدموا. هنا غنوري لكم نزول هذه، واخا ما غاديش تخدم به دابا، غادي نزول هاد الطبقه هذه وغادي نزول هاد الطبقه الثانيه. انا هادو راه ما تنرميهمش، كنعاود نخدم بهم، يعني ما كنلوحش هاد الورق هذا، كنحتفظ فقط بالورقه اللي عندي فيها الرشيمه، هي اللي غادي نخدم بها، وهو يا ارخصهم سعرا، يعني ورق المناديل. على طبيعه الحال ورق المجلات هذاك كدير لا ريكوبيراسيون، ولا ورق الجرائد هذاك حتى هو ارخص في الثمن. عندنا ورق الارز، ورق الارز فيه ثلاثه ديال ولا نقولوا اربعه ديال الاشكال. كاين ورق الارز اللي هو كيكون هكايا ميتاليك، بحال دابا مخلط الميتاليك هنايا والعادي، وكاين اللي هو كامل الميتاليك ما بقاش عندي، اللي عندنا في الدوري وفي وبالصفر بالنسبه لهذا ديال الكادونس، كاين هذا الشكل هكايا. دونك انا ما غاديش نوري لكم يعني كاع الاشكال كلهم ديال هاد ورق الارز باش ما نطولوش لا فيديو ونخرجوا على اللي بغينا. كاين ورق الارز اللي هو يا الارضيه ديالو سوداء، كيجي على هذا الشكل هكا، الارضيه ديالو سوداء.
كاين ورق الارز اللي هو يا هكا يا فيليتام اغابيسكو كويزين من داك الشكل اللي بغيتو، هما كل مقياسات وحدين. الوغ كاين عندنا ورق الارز ايضا اللي هو يا خرج مربع، وكاين ورق الارز اللي خرجت كادونس اللي هو كيتباع للمترو، كاين اللي هو يا فيه 60 على 60 وعاد اللي كاين بالمترو شحال ما بغيتي. دونك هذه فيها 60 على 60 داكوغ. الوغ نوري لكم انا خلال من بعد نجمعها، يعني كاينين بزاف ديال مغاديش نوري لكم كلشي. انا خليني نوري لكم هذه اللي فيها زواقه تجي رشمه هكا، المهم راهي كبيره بزاف ما غاديش نقدر نحلها كاملها. هذا ما عمرني مازال ما خدمت معكم به، شي نهار ندير لكم به شي فيديو باش نشوفوا فاش ممكن غادي نخدموه. وعندنا ورق ديكوباج، يعني ديكوباج راهي في الاخر على فان ديالها جي او، ولا بالعربيه على فان ديالها جي. مي عندنا ورق ديكوباج، انا غنوريها لكم كيفاش مكتوبه، اللي في الاخر ديالها تي سي اش، ورق ديكوباج حتى هذا الورق هذا. دونك عندنا ممكن نديرو ورق اخر اللي هو ممكن نخدمو اننا ناخذوا اي رشمه عندنا ما عجبتنا، ماشي عندنا اي رشمه عجبتنا في الانترنت، نخرجوها في الورق عادي ونخدمو بها. هذا تقنيته، من بعد غادي نوريكم كيفاش، حيت هو الورقه كتجي شويه واقفه وقاصحه، من بعد نوري لكم كيفاش ممكن نخدمو به. عندنا هذا الورق هذا كيف قلت لكم توا ورق الزبده، حتى هو يقدروا نستعملوه التقنيه ديال الديكوباج داكوغ. الوغ هنايا غنوري لكم هذا ورق المناديل اللي هو مخدوم هنايا على الحك ديال الحليب. عندي هنايا ورق الارز، وهنايا ورق الارز هنايا مخلط مع القشور ديال البيض. هذا ورق ديال المجلات، فقط العوينات، شديت واحد المجله فيها العوينات كنت كنقصقص فيهم ولصقتهم جاء المنظر ديالهم زوين. هذا هنايا ورق ديكوباج، هو هذا اللي وريتكم ورق ديكوباج حتى هو في الحك ديال الحليب. دونك بالنسبه لهاد التقنيه ديال تقنيه الديكوباج، هذا ورق الارز، تقنيات ديال الديكوباج كتمشي على جميع الاسطح، الزاج، العود، القبص، الزليج، اللي بغيتي، مام على الثوب. غير هو خاصنا نفرقوا بان الكولا اللي غادي نخدموا عليها بالثوب بوحدها، وبالنسبه للاسطح الاخرين عندهم كولا سبيسيال. كاين هذه ديكوباج بليس، هذه كول اوف نفس الوقت فيرني، كاينه هذه حتى هي، كاينه المود بوتش للاسف ما عنديش باش غادي نوريها لكم. المود بوتش راهي حمراء، ممكن نديرو ديكوباج بلاكول لاكولا بوال، كولا ديال الطنجره، رغم انني ما كنفضلهاش، ولكن المهم حتى هي نقدو نخدمو بها، ومن فوق ندوزو عليها طبقه ديال الفيرني، وبطبيعه الحال كنحتاجو بانسو. دونك هذه هي التقنيه ديال الديكوباج، وهذوما الادوات اللي كنحتاجو. فرق فقط قلت لكم فرق فقط اي دابا هزيت عينيا ما حيت فلاتوني بانت شحال من حاجه فيها ورق الارز وورق شحال قدير شحال. ولا بغيت نوري لكم شحال غادي خصني نهار وانا كنوري لكم كل حاجه باش مصوبه بالي دي زاباجور، بانت شحال من حاجه القواعي ما علينا. المهم خاصكم تعرفوا بان التقنيه ديال الديكوباج كنستعملوها باي نوع ديال الوراق، حنا هضرنا عليهم ما غاديش نعاودوهم، وغادي نستعملوهم بلا كول ديال الماء، اي نوع ديال الكولا عندكم فيرني كول ولا كيف ما كانت نوع ديال الكولا، وكيمشي على جميع الاسطح. صندوق الوصف غادي نخلي لكم بعض الروابط كمرجع ترجعوا ليهم، ومستقبلا نعاودوا بالنسبه لهاد المبتدئين نعاودوا نخدموا ان شاء الله. غادي نديروا واحد السلسله ديال اربعه الحلقات ولا شناويا ديال التقنيه ديال الديكوباج، وغادي ندير لكم واحد البلاي ليست اللي هو غادي يبقى مجموع فيما بغيتوا تشوفوا شي حاجه، ولا المهم تلفات لكم شي حاجه ترجعوا ليها وتشوفوا كاع المعلومات غادي نكونوا انا مخليها لكم. ولا نسيت شي حاجه انا ما هضرتش عليها، ولا لا عندكم اي سؤال ما تنساوش تخليو ليا في التعليق. تنقول لكم السلام عليكم، حتى نلقاكم فيديو جديد وفكره جديده، نلقاكم على خير باذن الله.